السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو ان شاء الله شحال من ديال الطلبات المتتبعين، فطلبات المتتبعين عندهم شحال من حلقه كطلبني على الكزيمة، وانا حبيت حاطه فيديو ديال الكزيمة ديال واحد البوماده وحاطه ديال الاعشاب معاها. شايفين الناس اللي شايفين ديال الكزيمة، وشافت واحد المتتبعه، هي المتتبعه هي قريبه ليا ماشي بعيده، يعني من لا فامي كتتبع معايا كتتبع القناه ديالي، وشافت داك الفيديو وهي كتعاني من هاد الكزيمة. شحال من عام كتعاني من الكزيمة، يعني هاد الكزيمة ما كاينش اللي ما كيعانيش منها، يعني مرض، يعني افي اللي عنده شي كزيمة خيضر اللي يدير ليها في الدواء في البلاوات كلشي ما كيتعيطش. وهاد السيده اللي كتعاني من هاد الكزيمة دارت واحد الوصفه، الا قلتها لكم غريبه، ما انا ملي قالتها ليا جاتني غريبه، وهي هذيك الوصفه هي اللي تعالجت بها. كتقول على فمها، وغنقول لكم ان شاء الله ملي نكمل غنحط لكم الاوديو ديالها اللي عطاتو ليا الله يجازيها بخير. هي اللي قالت لي عطيه للمتتبعين، نتوما غتسمعوا على لسانها ان شاء الله، غنلوح لكم الاوديو ديالها غتسمعوا ان شاء الله في اخر الفيديو. اشنو هو هذه الوصفه ان شاء الله ديال الكزيمه اللي غتحيد نهائيا، يعني الكزيمة الصدفية كأمراض ديال الجلدية ما تبقاش فيكم ان شاء الله. اللي عنده هاد المشكل ديال الجلدي راه بهاد الوصفة اللي غنعطيكم راه ان شاء الله ما غيتبقاش، يعني هاد المادة اللي غنقول لكم واللي هي استغربت ليها الحرق حقيقة، ما عمرني ما سمعتها اول مرة ملي قالتها لي استغربت، وهي قالت لي راه حقيقة ماشي كذوب، يعني راها هاد المادة فعالة لعلاج أمراض الجلدية 100%، يعني كتهنى منها نوبة وحدة. أما البومادات وداك الشيء غير كتحدن، يعني ديك البومادة اللي حطيت لكم ديال الكزيمة اللي هي ديبروزون في الفيديو السابق، قالت لي دارتها كتحيد الكزيمة ولكن كترجع. هادي الغريب في الامر ما كترجعش نهائيا، ما عمرها ترجع لكم. هاد الماده هو زيت الموتور ديال السيارات. هاد زيت الموتور ها نتوما ماكش ما كعرفش زيت الموتور، يعني زيت الموتور هو هذا غنكتبو لكم تتشوفوا، يعني ملي كيكون شي حد كيبدل الزيت تاع السياره ديال الموتور ديال السياره ديالو بلا ما تفرطوا فيه راه زوين. ها هو يا غنكتب لكم تتشوفوا، ها هو زيت الموتور كيكون لونه اسود، ها هو هذا. هذه اللي قالت لي راه قالت لي فعال بزاف للكزيمة. اللي عنده الكزيمة ما غتبقاش فيه ولا الصدفيه ولا مشكله عنده في الجلديه. هي قالت لي عندي كانت عندي الكزيمة كتسيح بالماء، يعني يعني اعزكم الله مخمجه، يعني كتسيح بالماء ما كتقدرش تغسل الماء، ما كتقدرش يعني النهار اللي كتنشف ليها قالت يديها تيتكمشوا ما كتقدرش صبعانا، يعني عانات منها سنين وهي كتعاني منها. حتى صدفه قالت لي سمعتها، قالت لي وانا نديرها مشيت قالت لباباها جيب لي ضروري هاد زيت الموتور تنجربو على الله. مني دارتها 10 ايام ما بقاش الكزيمه نهائيا لحد الان، ما بقاش كتبان ليها نهائيا. غنوريكم الطريقه كتاخذوا زيت الموتور اللي عنده هذه المشكله، كتاخذوا زيت الموتور وكتدهني المناطق اللي فيها الكزيمه، يعني بحال هكا كدهنوا المناطق اللي فيها الكزيمه بحال هكا. غندهن لكم في يدي تنوريكم، ها انتوا كدهنوا المناطق اللي فيها الكزيمه بحال هكايا، كدهنوا المنطقه كلها اللي فيها الكزيمه بحال هكايا. ومني كدهنوا كديروا شي ليغا ولا شي بونسمون ولا شي حاجه باش ما توسخوش حوايجكم. من الليل ملي تبغوا تنعسوا دهنوا المناطق ديال في رجليكم، يا في يديكم، يا في اكثر كتنوض في الرجلين وفي اليدين وفي الكوعين وفي الركابي، كتنوض حتى في الركبتين. هاد الكزيمه راه كتكون زعما الناس كيعانيو منها بزاف. دهنوا مزيان، شبعوا البلاصه حتى كتشرب الجلد ديالكم، وديروا عليها بونسمون ولا ديروا عليها شي ليغا. هي قالت كدير ليغا ليديها باش كتنعس في الليل مع الصباح، عاد كتغسل يديها من بعدها كتبقى حتى العشيه وكديرها. قالت لك 10 ايام، 10 ايام قالت لك مبقاتش، يعني بحال عمرها ما كانت، يعني بقات ديك القرعه بحال هكا جابتها قالت لك القرعه بحال هكا لقات الشيطه، درت غير شويه منها قالت لك وصحات. وكنسلم عليها وكندق ليها التحيه من هذا المنبر، بنتي زكيه الله يرضي عليك بنتي، درتي هذه الوصفه للمتتبعين ديالي
وكنشكرك بزاف بزاف بزاف، ونتمنى المتتبعين ديالي ويقولوا بارطاجيو مع الاصدقاء اللي عنده راني خدات توصل اللي ما عندوش يبارطاجي مع الاصدقاء ومع الاحباب. وماشي غير كتحيد الكزيمه وتحيد الامراض الجلديه، راه كترجع الجلد بحال جلد الاطفال، كتولي اليدين رطبين والرجلين رطبين، يعني بحال كتجدد لك البشره اللي هي سبحان الله تعالى هي اللي قالتها لي. سبحان الله قالتها لي، قالت لي ما فهمتش هذا الزيت اشني من ماده فيها، يعني هي براسها استغربت، قالت لك راه يدي ولات بحال جلد الاطفال يعني رطبين. ولحد الان قالت كنغسل بجافين، نغسل بمواد تنظيف، نغسل مع امها بقات رجعت ليا، يعني قالت لي مني جربتها، قلت لها كنتمنى، قالت لي كنتمنى، قالت لي دخلت لقناتك وشتها وشت باش نشوف كاش دايراها دايراها، مني لقيتك دايره ديال الكزيمه ديال بومادال ديال ديبروزون، قلت نقرر نقولها لك، وانا غنخليكم الاوديو في اخر الفيديو باش تشوفوا، تلقاو حتى اخر الفيديو باش تشوفوا الاوديو وتسمعوا بلسانها بنتي زكيه اشنو كتقول على هاد الزيت ديال الموتور. ونتمنى بنياتي تبارطاجي مع الاصدقاء، واللي ما عندهاش تعطي الانسان اللي عنده في سبيل الله. راه هاد الوصفه راه هي كتقول هاد بغاتها فما، قالت لك هاد الوصفه انا عطيتها في سبيل الله صدقه جاريه للمتتبعين ديالك اللي عنده هاد المشكل كيعاني، لان انا قالت كنعانيت منها، ما نقولش لك انا قالت كنعانيت منها واحد سنين وانا كنعاني منها، حتى بوماده ما لاقت ليا لا طبيب لا بوماده لا والو سوى هاد زيت الموتور. وبالسلامه عليكم ابنياتي، وقبل ما نقول لكم بالسلامه انا غنقول لكم بالسلامه ونخليكم الاوديو ان شاء الله ديال السيده باش تسمعوا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم لاله بهيجه، كي دايره؟ كي دايره خالتي؟ لاباس؟ تبارك الله عليك، تبارك الله عليك على المجهود اللي كديري في القناه ديالك، وداك الشيء اللي كتحطي راه داك الشيء زوين وكيستافدوا منه الناس. وانا دابا غادي نعطيك واحد الوصفه قنبله. انا راه دخلت القناه ديالك وقلبت واش حطيتي فيديو على الكزيمه، لقيت واحد الفيديو حاطه فيه بوماده دي بروزون، هذيك دي بروزون راني درتها وما خليت ما درت، كانت عندي في يدي ومعذباني وكانت تتسيح ليا، ودرتها وفعلا هي كديرها كتبعيها كتمشي وكيقدروا يمشيو حتى لطراس ديالها، ولكن كتعاود ترجع. عييت عييت انا ديك البوماده كنديرها، عييت ديما 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 ما خليت ما درت. واحد النهار كنت تنصنت في الراديو، واحد السيده قالت لهم انا راه الكزيمه كذا، بقيت كنتصنت ليها ما مشاتش مني حتى النهار اللي درت ليها هذاك الزيت المحروقه ديال الموتور. صافي قلت واخا علاش ما نجربهاش، انا اصلا ما خليت ما جربت. مشى بابا جاب لي قرعه من واحد من ستاسيون ما عرفت منين جابها، ديك الزيت كحله وكطلي عرفتي، وكان الحال سخون هذيك الساعه، وما حنا عندنا حال سخون مزيان، كنا كنعصو في السطح كنفرش داكشي وكندير واحد ليزار ما بغيناش كنديرو الفوق، وكنطلع معايا ليغات عطاهم ليا بابا كيبريكولي بهم وداكشي، وما بقاش باغيهم عطاهم ليا، وكندهن يدي مزيان وكنخشيهم في دوك ليغات وكننعس باش ما كيتطلعش الفراش. درتها عرفتي ما كاملاش 10 ايام مشات مني، عرفتي يدي راه كانوا ولاو حرشين، صباعي ما بقيتش كنقدر نتنيهم، ما كاملاش 10 ايام صافي مشات قطعتو، راه باقا لي حد الان هذيك القرعه فيها هذيك الزيت، ما عاودش درتها، مشات ما عاوداتش رجعت ليا الحمد لله. يعني هذا راه حل نهائي، عرفتي راه انا راه بغيت نعطيك هذه الوصفه حيت انا جربت هذيك المعاناه ديال هاد الكزيمه، وما كتبقيش تقدري تقيسي لا جافيل، انا دابا الحمد لله كنقيس جافيل، كان صافي واخده راحتي، ما كنبقاش نخمم، كنت كندير اللي قالت خصني منين نبغي نصبني، كانت مرضاني مرضاتني. دابا الحمد لله نسيتها، انا راه نسيت واش كانت فيا كاع الكزيمه، كندير جافيل كندير كلشي، ما كندير لا اللي قالت لا والو، عرفتي الزيت المحروقه ديال الموتور ديريها في القناه، انا بغيت الناس يستافدوا منها، واللي كتعاني من هاد الكزيمه تمشي منها في مره، وغير يرحموا لينا على الوالدين وصافي.